السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان أخوات متتبعي ومتتبعات قناة فن وأنتيك في هذا الشريط الجديد. هنا أعرض عليكم إخواني هذه التحفة الجميلة والرائعة لهذا الخاتم، يعني من الفضة، فضة عيار 925، عندما توجد في هذا المكان هنا. وما يميز هذا الخاتم، هذه الخامة هنا، وهي من خامة قرن، وحيد القرن النادر كما تشاهدون. أو يعني كما يطلق عليه بأحد الدول العربية بالزراف، يعني ويطلق عليه كذلك بالخرتيت، قرن وحيد القرن، تحفة نادرة يعني، يصعب العثور عليها في الأسواق لكون هذه الخامة خامة قرن وحيد القرن، فهي نادرة جدا. وما يجد يعني هذا الخاتم جمالا، هذه الفضة النقية، شاهدوا إخواني أخواتي هذا الجمال وهذا التميز، الحقيقة تحفة رائعة. شكرا إخواني أخواتي على كرم تتبعكم لهذا الشريط، وأضرب لكم موعد قريب ومعلومات جديدة. شكرا جزيلا.